أن تارك الصلاة كافر، والذين قالوا ليس بكافر قالوا يقتل. وأهل العلم على هذا الموضوع على قولين اثنين. القول الأول أن تارك، طبعا تارك الصلاة جاحدا لا يعترف بها، هذا كافر بالإجماع. أما تارك الصلاة تكاسلا، فالذي يترك الصلاة تكاسلا يصلي مرة ولا يصلي، يصلي الجمع ولا يصلي الفروض، يجمع بين الصلاتين بلا سبب، فهذا هؤلاء قال الله تبارك، قال أهل العلم فيهم إذا كان يقر بالصلاة لكن يتكاسل عن أدائها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقتل، يقتل مسلما لكن يقتل بأمر الحاكم طبعا. والذين قالوا لا يقتله قول أبي حنيفة قال يسجن حتى يصلي أو يموت في سجنه. ولا يجوز أن نزوج بناتنا لرجل لا يصلي، ولا يجوز أن نتزوج امرأة لا تصلي. عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة 10 من كسر الأصنام. بعد نجاح السلسلة متاعي والحمد لله، برشا عباد تبعث لي تقول لي بربي أحكي على الصلاة وقولنا احنا نصليه بصحيح ولا بيان سور. ماشي في بالهم اللي اني باش ننكر في كيفية الصلاة ونقول لهم ربي ما ذكرهاش في القرآن، والصلاة في اللغة هي الدعاء، اذا يكفي انه ندعيه لربي. لكن لا، متحلموش بيه نهار هذاك. برشا علماء قالوا ربي ما قالناش كيفاش نصليه، لذا كل واحد ينجم يصلي كيما يحب ووقت ما يحب. ويقولون زادة انه الصلوات الخمس ماهاش مذكورة في القرآن، لكن باش نوريكم الدليل على ذكرها في القرآن وطريقة فعلها. ربي يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. باش نحلوا الآية هذه كلمة كلمة. حافظوا يعني هي عادة، ماهاش مجرد حاجة تجم تعملها وقت ما تحب، وماهاش حاجة تتعمل مرة واحدة في العمر كما الحج أو الأضحية. حافظوا يعني فيها مداومة، إذن هي حاجة تتكرر كل فترة. على الصلوات، الألف واللام تعني صلوات معينة، يعني مش مجرد صلاة عشوائية كل واحد وكيفاش يعملها ووقتاش يعملها. لو قال ربي حافظوا على صلواتكم كنا نقول صحيح، أي صلاة تقضي. لكن الصلوات إذا فما صلوات بعينها ربي قصدها. والصلاة الوسطى، الواو لهنا مش واو العطف، لكن ربي يقصد حافظوا على الصلوات وخاصة الصلاة الوسطى. أعطيكم مثال، انتبه على أبناء الثلاثة وابني الأصغر، يعني انتبه على صغار الثلاثة وبالذات ولدي الصغير، ولا خاصة ولدي الصغير. شنو نستنجو من كلمة الوسطى؟ نستنجو انه عدد الصلوات ما نجمش يكون واحد، وما نجمش يكون اثنين خاطر اثنين ما عندهاش وسط، وما نجمش يكون اربعة او اي عدد زوجي، اذا هي اكيد ثلاثة او خمسة او سبعة، المهم عدد فردي. هذا العباد اللي تقولك ربي ما ذكرش عدد الصلوات، لكن هاوك فما تلميح واضح على العدد متاعهم. نعطيكم آية أخرى تثبت وجود الصلاة كما نعرفها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني الصلاة تحتاج وضوء، ورب يقول إذا قمتم، إذن هي فعل يحتاج أنك تقوم وتمشي تتوضأ باش تعملها، ومش مجرد دعاء تعمله حتى وانت راقد. ورب يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذن هي محددة بوقت مقدس. وسبحان الله، زعم صادف أنه صلوات الخمسة متاعنا محددين بوقت معين. توا على كيفية الصلاة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. علاش برشا عباد تستهتر بالصلاة وكيفية الصلاة ويقول لك مجرد حركات ومناش متأكدين الرسول عملها؟ ها ربي قال انه كيفية صلاة الرسول واللي معاه فيها ركوع وسجود. نجاوب على اخر تساؤل يطرحوه برشا عباد، واللي هو علاش ربي ما قالناش كيفاش نصليه في القرآن كما قالنا كيفاش نتوضاو. لان الوضوء واحد فقط دائما، لكن الصلاة فما منها برشا. اولا ربي كان باش يوصلنا كيفاش نصليه، مش باش يكون الوصف دقيق، يعني باش يقول لك هز يديك وحطها على راسك وكبر، من بعد اركع ثم قم ثم اسجد ثم اجلس وكذا، يولي كتاب سبور ما عادش كتاب قرآن. وأيضا لكثرة الصلوات لازم كل صلاة يفسرها لك وحدها، قداش من ركعة وجهر ولا سر، وصلاة الجنازة كيفاش، وصلاة الجمعة كيفاش، وصلاة الشفع والوتر والعيد والتراويح وغيره وغيره. لهذا هو عمل على الرسول باش يورينا كيفاش نصليه، وهذا له موجود لا في الأحاديث ولا شيء، لأنه الصلاة مش حديث، مش كلام قاله الرسول،
ليه هي فعل عمل الرسول قدام كل المسلمين لفترة طويلة. فمشكون يقول عمل قدامهم 50,000 ركعة باش يعلمهم كيفية الصلاة وتصبح عادة وعبادة عندهم. تورداً على العباد اللي تحرض على قتل من لا يصلي، هذا دين قتل وإرهاب وإجرام، هذا دينهم دين إكراه واستعباد وذبح، يتمناو قتل كل خلق الله وكل من لا يناسب هواهم. ما نجم كان نقول لهم لكم دينكم ولي دين. تتخيلوا الرسول مارس قتل من لا يصلي؟ هل من لا يصلي يشكل خطر على المسلمين؟ على الإسلام؟ ألا يعبد الله؟ أليس مسلم؟ ورب يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كنت فرش في أفلام أمريكية، أمي تقول لي مسهل القتل عندهم ومتفه الروح في أفلامهم، تلقى في فيلم برك البطل يقتل 30-40 واحد. يا أمي كان تعرف مسهل القتل عند هذم، مسهل حكم الإعدام عندهم ومتفه الروح في نظرهم. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا فيما يخص الصلاة. وتوا بونيس ليكم انتوما باش نحكي لكم على حاجة اختلفوا فيها الكثير من العلماء والمفكرين وبعض الشيوخ. موضوع الخمر هل هو حرام أو لا؟ اتفرقت الأمة بين عباد تحرم الخمر وعباد تقول لك ربي ما حرموش وما فماش دليل على تحريمه في القرآن. خليني بربي نوريكم دليل تحريم الخمر من القرآن اللي منجم يرفضه كان واحد كافر ببعض الكتاب. ربي يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول لي وين التحريم؟ ربي ما قالش حرم عليكم الخمر كما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال فقط فيهما إثم. نقول له شوف سورة الأعراف ربي شيقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله. الإثم محرم، الخمر إثم، إذن الخمر محرم. نتمنى نسكروه الباب هذا وما عادش نحكيه فيه جملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول فما حاجتين أنس يقويوك على الأخر، يعطيوك برشا قوة باش تنجح في أي حاجة تحب تعملها. الصلاة والجيم. الحاجتين هذوما يعلموك تحارب البخل. البخل بالنسبة لي هو أكثر حاجة تنجم تفشل.